بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنشرح تمرين مجسم للحركات الأولية لخط النسخ. ماذا نعني بالحركات الأولية؟ الحركات الأولية ذات الميزان المعين التي يمكن أن تدخل في أكثر من حرف في خط النسخ. نعطي مثال، هذه حركة مجسمة، شلتها اهو مكانها، هذه حركة ميزانها نقطة ونصف، 1 2 3 4 سي 6 حركات أولية. المقصود والهدف هو حصر مجموعة معينة من الحروف لخط النسخ في حركات محددة أو حركة محددة يمكن أن تشترك في كل هذه المجموعة من حروف خط النسخ. ندي مثال، هذه الحركة اللي ميزانها نقطة ونصف ممكن أحطها في حرف الباء، أيوة. ممكن نحطها تبدأ بها حرف الفاء، وكذلك حرف الراء، وكذلك حرف الواو، وكذلك الباء ميم، وكذلك الباء ميم باء ياء. طيب إذن هذه الحركة ابتدت بها حركة حرف الباء، الجزء الأول نقطة ونصف، والميزان الكلي 4 نقاط. وعارفين قبل كده في الشرح أن تقعر حرف الباء نقطة نصف نقطة واحدة. كذلك حرف الفاء الجزء الثاني بعد الدوران هو نفس الحركة الأولى اللي ميزانها نقطة ونصف. كذلك حرف الراء يبتدي بنفس الحركة الأولية اللي ميزانها نقطة ونصف، ثم نكمل بعد ذلك رسم حرف الراء اللي ميزانها 3 نقاط. كذلك حرف الواو نفس الحركة الأولية ذات ميزان نقطة ونصف بعد الدوران ورسم جسم الراء. كذلك لو عايز أرسم باء أو ياء أو نون ميم نفس الحركة اللي ميزانها نقطة ونصف يمكن أن تستخدم كباء وياء ونون ميم. كذلك الباياء باياء أو نون ياء أو ياء ياء إلى آخره، وميزان نفس الحركة نقطة ونصف. نعيد تاني ونأكد أن هذه الحركة البسيطة ذات الميزان نقطة ونصف يمكن أن تدخل في رسم حرف الباء أهو، ويمكن أن تدخل في رسم حرف الفاء، وكذلك في الراء، وكذلك في رسم حرف الواو بعد الدوران، وكذلك في رسم الباء أو ياء أو نون ميم، وكذلك الباء ياء. هذه الحركة البسيطة الأولية ذات الميزان نقطة ونصف. طيب لو فرض زاد ميزان الحركة، هي نفس الحركة ولكن ميزانها اختلف. هذه الحركة ميزانها نقطتين ونصف، بتدخل في رسم حرف الدال اهي، نفس الكلام نقطتين ونص، وبتدخل في رسم حرف الكاف، بس كاف ألف بالذات في الكاف ألف، ودي حالة خاصة طبعا. يبقى عندنا ميزان الحركة نقطتين ونص، دخلت في رسم حرف الدال، وبنكلم الحرف الدال عادي، وكذلك دخلت في رسم حرف الكاف ألف، ودي حالة خاصة لهذه الحركة. طيب عندنا حركة أكبر شوية، دي كانت نقطتين ونص، حركة أكبر شوية ونفس الحركة ولكن بزلف زي ما انتم شايفين، يعني الجزء الأول نقطة ثم عملنا دوران ثم ميزانها 3 نقاط، بتدخل في رسم حرف إيه؟ حرف الهاء أهي، نفس الهاء أهي، هي نفس الحركة دي وحطيناها في بداية حرف الهاء، وبالتالي بقول أبتدي حرف الهاء بالحركة ذات الميزان 3 نقاط وحطها في مكانها. طيب زاد الميزان والحركة واحدة بالزلف نفسه، بتدخل في حرف ايه؟ عندنا 1 2 3 هم كلهم متحركين، على اساس ان انا انقل واحدة واحدة من دول احطها في مكانها، هنا اتحطت في اللام الف، يبقى في الحالة دي اللام الف المنتهية بتستخدم الالف ذات الميزان 4 نقاط، وكذلك
لو أنا ابتديت برسم حرف اللام ألف بالبداية بنفس الحركة، ابتدي كده ثم كده، بتاخد نفس الميزان 4 نقاط. كذلك في رسم حرف الكاف، أي نفس الحركة، أي دي هي دي، ولكن أدخلها هنا تبقى حرف الكاف، كاف راء، كاف واو، كاف أي شيء، المهم أنها كاف مبتدئة. هعيد تاني الجزء ده، هذا الجزء ميزانه 2.5 دخل في رسم حرف الدال، ودخل في رسم حرف الكاف بس كاف ألف. أما الجزء اللي هو 3 نقاط بنقول عليه ذو الميزان 3 نقاط بالزلف، يدخل في رسم حرف الهاء. هذه هي الجزء، أو هذا هو الجزء الأول من رسم حرف الهاء. طيب لو زاد الميزان بنفس الحركة أهي 4 نقاط، بتدخل في رسم حرف اللام ألف المنتهية اللي هو ده، أهو لازم نحدده، وتدخل في رسم حرف اللام ألف. لو ابتديت بنفس الحركة، ابتدي كده بالمقلوب والميزان 1، كذلك رسم حرف الكاف نفس الحركة، يمكن أشيل واحدة من دول وأحطها هنا أهي، بتديني حرف الكاف المبتدئ، كاف واو كاف راء كاف إلى آخره. طيب نيجي لهذا الجسم، حركة موجية بالشكل هذا، هذا يدخل في رسم حرف أهي ياء مفردة بهذا الشكل، أو في رسم حرف الباء في بحر مثلا بهذا الشكل، بحيث ان يتبعها شكل هذا الحاء او الجيم في كلمة بحر مثلا. طيب هذا جسم زي ما شايفين، هذا جسم، ده جسم ايه؟ هنقول عليه يدخل في رسم حرف الحاء والجيم او الحاء او الجيم وما في حكمها، كذلك العين هنا اهو، ادي الحاء او الجيم يدخل في ادي الجسم، حطه في مكانه، وكذلك نفس الجسم اجيبه هنا في العين، رسم العين اهو، يبقى الجسم واحد. يبقى نعرف ان لما نرسم جسم الحاء يمكن رسمه في ما حكم الحاء زي الجيم والخاء، وكذلك نفس الجسم في العين وما في حكمها اللي هي الغين. طيب احنا فهمنا الجزء هذا. هنا عندنا ما يسمى بكاسة، كاسة النون، هذا بالأشكال دي كلها، كلها قابلة للحركة. هشيل واحدة واحدة منهم وأحطها في مكانها الصحيح. أول حاجة نستخدمها، هنستخدمها في حرف النون، أهو هذا هو النون، يبقى الجسم ده دخل في رسم حرف النون، وبنقول عليه كاسة النون. تدخل في أيضا حرف الياء، في كاسة حرف الياء، يبقى نفس الجسم 6 أشكال هذه تدخل في النون وتدخل في الياء، ثم أيضا تدخل في السين، كاسة السين برضو، يبقى نفس المقاس، يبقى اللي بيدخل في النون هو اللي بيدخل في الياء، هو اللي بيدخل في السين، هو اللي بيدخل في الصاد والضاد نفس الحركة، وهو اللي بيدخل في اللام، اللام نفس الحركة، أخذها من هنا أحطها هنا أهي، نفس الحركة ونفس المقاس وبنفس الميزان. يبقى بالتالي أنا عملت ما يسمى بتجميع الحركات الأولية وكيفية تجميع الحروف التي يمكن أن تشترك في حركة أولية واحدة. هذا التمرين يا جماعة الخير يصلح أكثر للأطفال وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة الذين في مستوى تفكير الأطفال، وعايزين نعلمهم الحروف الهجائية والحركات التي يمكن أن تدخل في رسم حروف خط النسخ. وبالتالي بنقول كيف نعلم عن طريق اللعب مجموعة والحركة، وبالتالي أيضا يمكن للطالب
أن يؤكد ويعزز المعلومة اللي عنده عن طريق مجموعة من الحواس البشرية التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، مثل حركة اللمس، النظر، الإحساس بكل ما حوالينا، التفكير، كل هذه بتقابل ما يسمى بالفروق الفردية بين الأطفال أو الكبار أيضا. عايزين نقول عرض هذا النموذج للكبار لا يعي باستخفاف عقولهم، بل بالعكس هو تخفيف التفكير وتجميع المعلومات في معلومات قليلة. يمكن استخدام الحروف المختلفة بحركة واحدة، زي الحركة الأولى دي في 6 حروف، وأيضا الحركة هذه في مجموعة الحاء وما في حكمها، ومجموعة العين وما في حكمها، وأيضا كذلك الكسات في النون والياء والسين والصاد إلى آخره. فهو بحث تجميع الحركات الأولية في نموذج قابل للحركة، وفي نفس الوقت يمكن استخدامه أمام الأطفال لتحقيق ما يسمى بتعزيز الاستجابة لديهم في رسم الحروف. بنقول رسم وليس كتابة، على أساس أن احنا بنعلم الحروف العربية عن طريق رسم مجموعة من الحركات. حركة زائد حركة تديني حرف، حركة أخرى زائد حركة أخرى زائد حركة أخرى هي بتديني حرف آخر، وهكذا طريقة التعليم عن طريق الحركات الأولية التي يمكن أن يتكون منها حروف خط النسخ هنا، ويمكن أيضا تطبيق هذا في تعليم خط الرقعة إلى آخره من أنواع الخطوط الأخرى. وسوف نتابع إن شاء الله مثل هذه النماذج إذا سمح الأمر، والسلام عليكم.